الآن أنتقل إلى السدس. السدس الأب والأم والجد والجدة، كم هذول؟ أسهل شيء صح؟ أب أم جد جدة، تمام؟ طيب ولد الأم أخ أو أخت لأم، إحنا أخذنا في أصحاب الثلث أن يكونوا جمع صح؟ نفس شروط الثلث لكن يكون منفرد، عدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث، وأن يكون منفرد أو أخ أو أخت لأم، إذا انفرد يأخذ السدس، جمع يأخذ الثلث. انتهينا، إيش بقي معنا؟ بقي معنا بنت الابن فأكثر، هذه السادسة، والسابعة الأخت لأب فأكثر. سيأتي معنا شروطهم، خلاص؟ كم هذول الآن؟ سبع، عيدهم. الأب والأم والجد والجدة وولد الأم وبنت الابن فأكثر والأخت لأب فأكثر. انتهينا من أصحاب السدس، مفهوم أخواننا؟ طيب سأشرح الآن بإذن الله تعالى. الأب يأخذ السدس عند وجود فرع وارث ذكر، أما مع الفرع الوارث الأنثى يأخذ الباقي والسدس. وتقدم معنا بعض الأمثلة. الجد مثل الأب، الجد يرث عند عدم الأب، والجد مثل الأب إلا في مسألتين، إيش هما؟ العمريتين. أمس أخذنا أنه جاء جد محل الأب، الأم تأخذ الثلث كامل، تمام. الجدة الأم، أخذنا بالأمس الأم متى تأخذ الثلث يا محمد عادل؟ عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الأخوة. جاء فرع وارث أو جاء جمع من الأخوة تنزل إلى السدس، مفهوم؟ يعني لا يلزم أن تكون الشروط كلها، أي شرط يختل من شروط الثلث عند الأم تنزل إلى السدس، مفهوم؟ تمام. إيش بقي معنا؟ أخذنا الأب والجد والأم، معنا الجدة. أخواننا الجدات يعني في مشاكل عليهم قليلة عند الفرضيين، لكن احنا ناخذ بالمذهب الايش؟ الاسهل، مفهوم؟ الاسهل وان شاء الله هو الراجح اللي يرجح شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله. الجده متى ترث؟ عند عدم الام، مثل الجد يرث عند عدم الاب، تمام؟ اتفقنا. اخذنا في الوارثات من النساء الجده لام والجده لاب، كل جده ادلت بوارث ترث، كل جده ادلت من الدلو، يعني جاءت وصلت إلى الميت عن طريق وارث ترث، مفهوم؟ خليكم معي. أم الأم أدلت بمن؟ بالأم، ترث؟ ترث، أدلت بوارث. أم الأب، الأب وارث؟ ترث. أم أبو الأب، أم الجد، الجد ما يرث؟ يرث، إذن أمه ترث، مفهوم؟ طيب أم الأب ترث؟ ترث، الأب لن يرث، تمام. طيب أبو الأم، أبو الأم يرث؟ أم أبو الأم، مفهوم يا شيخ صالح؟ أنا أشرح لك شوي، دائما حتى تفهم الفرائض موت نفسك. من اللي مات الآن بعد عمر طويل في طاعة الله؟ صالح. إيش ترك؟ ترك أبو الأم جد، لكن جد من قبل من؟ الأم. أبو الأم وارث يرثك؟ أبو الأم يرث، أبو الأب هو اللي يرث، أبو الأم لا يرث، راح جاب أمه قال ورثوا لي هي. نقول لا أنت ترث ولا جدتك بسلامتها ترث، مفهوم؟ مفهوم يا أخواننا؟ التي تدلي إلى الوارث الميت بغير وارث فما لها حظ من الميراث، مفهوم؟ وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، مفهوم؟ تمام. نعيد الجدات. الجدة ترث عند عدم الأم، إيش ترث؟ السدس فقط، ما ترث الثلث، لا أحد يعطيني للجدة الثلث. من يأخذ ثلث؟ أم. اختل شرط تنزل الأم إلى السدس، إذا انفردت تأخذ السدس الجدة، وكل جدة أدلت بغير وارث لا ترث، كل جدة أدلت بوارث ترث. طيب جاءتنا جدتين، انتبه معي، شوف
أم ترث، نعم، وأم أب ترث، نعم، درجة واحدة نقسم عليهم سدس واحد، يقتسمنا السدس بالسوية. جاءتنا ثلاث جدات، انتبه، أم كم درجة؟ ثلاث. وأم أب، خلاص، وأم أبو الأب، أم الجد، ثلاث درجات. هذول كم جدة عندنا ذحين في المسألة؟ ثلاث جدات، يقتسمنا السدس بالسوية، تمام. الآن قال جاءتنا قريبة وبعيدة، القريبة تحجب البعيد، أم وأم أم أب، من ترث؟ هذه القريبة، أم أب وأم أم القريبة ترث. انتهينا من أصحاب الفروض كلها، مفهوم أخواننا؟ أو في إشكال؟ من يعيد علي؟ من يعيد؟ مرحبا الشيخ، الحمد لله على السلامة، ترى في كفارة بعد الدرس إن شاء الله. نعم، ها يا إخوان، من يعيد علي؟ أوقف الشيخ. أصحاب إيش؟ السدس كم؟ سبعة. ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، خذها مرتبة وقل هبا. من يقول؟ أنت تنتقل؟ خذها مرتبة وقل هبا دبز. ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، خذها مرتبة وقل هبا دبز. إيش هذا؟ طلاسم؟ لا، نفس تدوم ورنحط. قال إذا تريد، الفقهاء يا شيخ قلنا رتب، معليش آسف، رتبوا كل شيء حتى العلم يدخل مرتب. قال ضبط ذوي الفروض من هذا الرجز، خذها مرتبة وقل هبا دبز. الها كم؟ ما تعرف الأرقام مع الحروف؟ أبجد هوس حطي كلم، والله ما تعرفوا هذا؟ أجلس أجلس. العلماء حتى تضبط التواريخ، الأرقام كل رقم له حرف يقابله، كل رقم له حرف. الألف واحد، والباء اثنين، والجيم والدال أبجد، ها خمسة، تمام، الواو ستة، والزاي سبعة. أنا أريد إلى سبعة بس. شوف، ها خمسة، هذول أصحاب النصف، ها هباء. طيب الباء اثنين أصحاب الربع، والألف واحد أصحاب الثمن، والثلثين دال هباء دي، الدال أربع أصحاب الثلثين، والباء اثنين أصحاب الثلث، والزاي سبعة أصحاب. يا إخواننا أنتم ما درستوا شو اسمه هذا؟ قال قد تم نظم هذه المقدمة، أبياتها في العد در محكمة. الدر كم؟ 204. في عام طاء ثم ضاء ثم فاء، ثاني شهر ربيع وضع المصطفى عليه الصلاة والسلام. شوف، أعطاك على الأبيات 204، والتاريخ أرخ بالحروف. ابن سعدي رحمه الله، شيخ الشيخ بن عثيمين، أسأل الله يرحمهم جميعا واجمعنا بهم في جنة النعيم، ابن سعدي دعوه لافتتاح الجامع الكبير بعنيزة، جاء ابن سعدي وقال هذه الأبيات، قال جد بالرضا وأعطي المنى، من شاركوا في ذا البناء، تاريخه حين انتهى قول المنيب، أغفر لنا 1362، دعا وأرخ في وقت واحد. مفهوم؟ أبياتها، يقول حافظ بن أحمد حكمي رحمه الله في نظم سلم الوصول، خلاص، في علم إيش؟ عقيدة أصول الدين، تمام. قال أبياتها يسر بعد الجمل، تاريخها الغفران، أظن قال فافهم وادعو لي، أرخ ودعا وذكر الأبيات، مفهوم؟ ابن سعدي قال قد تم، قال جد بالرضا وأعطي المنى، من شاركوا في ذا البنى، تاريخه حين انتهى قول المنيب، أغفر لنا، والشهر في شوال، يا رب تقبل سعينا. والله يا إخواننا
اتقوا الله ففتح الله عليهم، مفهوم؟ كان عندنا اختبار في الأوقاف، أوقاف أول كان اسمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف أول، والمهم هذا الاختبار يعني اختبار والله صعب، صعب جدا، وقالوا لي أنهم لم ينجح أحد، والحمد لله نجحت أنا في الاختبار. المهم في الاختبار قال اكتب، والله في الاختبار اكتب أسماء الأئمة الأربعة وتاريخ الوفاة لكل واحد منهم وثلاثة من المشايخ من شيوخهم ومن طلابهم. يا رجل كيف تستحضر؟ مفهوم؟ أنا كتبت وحسبت خلاص. لنعمانهم قان، لنعمانهم إيش؟ من نعمانهم؟ الإمام أبو حنيفة، نعم الإمام الأعظم. لنعمانهم قان وطعق لمالكي وللشافعي در ورم لابن حنبلي. وفاة الأئمة الأربعة إيش؟ وأنت مرتاح. لو أنا خشيت من اللي يصحح ما يفهم فكتبت له التواريخ، ولا لو يفهم خلاص اكفي هذا. إذا قل لنعمانهم قان وطعق لمالكي وللشافعي در ورم لابن حنبلي رحمهم الله جميعا. مفهوم يا أخوان؟ هم يحسبوا التواريخ بهذه الحروف. طيب هذا علم يعني لضبط التواريخ أحيانا حتى لا تذهب منك. طيب هاي الشيخ ما آسف قم الآن. أصحاب السدس كم؟ سبعة. والسدس فرض سبعة من العدد صح؟ أب وأم وجد وجدة وأخ أو أخت لأم ولد الأم وبنت لابن فأكثر والأخت لأب فأكثر. بسم الله.